قطع للطرق والجسور وغلق كافة مداخل ومخارج محافظة بابل، خطوات تصعيدية بدأ بها متظاهرو بابل بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وتسويفها والمماطلة بها، أمر دعاهم لاتخاذ مثل هكذا خطوات والاستمرار بها. والله اليوم طالعين ان شاء الله سدينا طريق كربلاء بغداد، وعندنا مطالب. يعني احنا صار لنا تقريبا 4 اشهر طينا شهداء، زين، وما حد صد علينا وما حد زين، لا حد سياسي، لا حد انتبه لنا، لا حد يعني قال ذولا خطيه. يعني هسه شنو ذنبهم ذولا ساعات التظاهرات؟ زين 4 اشهر ما حد يصد عليهم. هو تعيين تكليف رئيس وزراء مستقل مقبول من قبل الشعب، وهذا رئيس الوزراء هو راح يحكم 6 اشهر او سنه، يهيئ الى انتخابات مبكره وتنتهي المساله. بس هم الظاهر دا يردون الوضع يتاجج، ما يردون الامور تستقر، والمسؤوليه تقع على الحكومه. المتظاهرون اكدوا لعدسه التغيير استمرارهم بالقطوعات مستثنين الحالات الانسانيه، وهناك خطوات اخرى سيتخذونها في حال تم تجاهلهم من قبل الحكومه وعدم تنفيذ مطالبهم، مؤكدين ان مطالبهم مشروعه ويجب تنفيذها. مفتوح لحين تنفيذ المطالب، مطالبنا سهله ومو صعبه على هاي الدوله، نريد رئيس وزراء مستقل، نريد رئيس وزراء ما تابع لاي جهه حزبيه يمثل هذا البلد. والله هاي الحاله تصعيديه على مود الحكومه تاخذ قرارها النهائي، ما فشيء تصعيدي، نسمح المواد الغذائيه تعبر، الحالات الانسانيه تعبر، لكن التريلات والهاي كلها باقيه مكانها الى ان تستجيب الحكومه لنداء المتظاهرين. أكثر من 3 أشهر وما زالت التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة حتى بدأت الآن بالتصعيد بسبب تجاهل المطالب المشروعة باختيار حكومة نزيهة غير متحزبة للخلاص من معاناتهم التي استمرت طيلة 16 عاما في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم شيئا للمواطنين. من محافظة بابل، حسين الفتلاوي، قناة التغيير.